تحية طيبة وأهلا بكم في المشهد. تتزايد المخاوف من انزلاق ليبيا صوب دوامة جديدة من العنف والقتال مع استمرار الانقسام والتناحر السياسي والتصعيد العسكري، فما المخاطر التي تحيق بهذا البلد وما مدى تأثير النفوذ الأجنبي على الأحداث هناك؟ المبعوثة الأممية لليبيا ستيفاني خوري تشدد على ضرورة الوصول إلى مصالحة حقيقية في البلاد، مشيرة إلى ذلك. أكدت أيضا أن استمرار اتخاذ الإجراءات الأحادية من قبل الأطراف السياسية من شأنه تقويض سيادة ليبيا ويفضي إلى مزيد من الانقسام وتشتيت الانتباه عن المهمة الرئيسية وهي الوصول إلى حل سياسي شامل. من جانبه يكثف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني جهوده الدبلوماسية في مسعى لفهم مواقف دول الجوار من الحل في ليبيا، ما يثير تساؤلات حول فرص نجاحه في إقناع الفرقاء. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير الذي أعده لنا الزميل نبيل عبداللاوي وقرأه الزميل سمير الخالدي. التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية أهم ما تناولته الإحاطة الثالثة للقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري إلى مجلس الأمن. خوري أكدت أن الإجراءات الأحادية التي اتخذتها الأطراف السياسية أفضت إلى عدم الاستقرار وكانت لها آثار سلبية على الوضع العام في البلاد، لكنها أشارت إلى أن تعيين قيادة جديدة للمصرف المركزي أعادت شيئا من الأمل للليبيين. من جانبه دعا مجلس الأمن جميع الأطراف الليبية إلى المشاركة والتعاون بشكل بناء لمعالجة القضايا العالقة من خلال حوار شامل، مشددا على ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال الترتيبات المالية وإعداد ميزانية موحدة وتعيين مبعوث أممي عقب استقالة عبد الله بتيلي. عودة المشهد الليبي إلى الواجهة من جديد يطرح صراع القوى العالمية الكبرى الساعية إلى فتح قنوات اتصال وارتباط مع أطراف رئيسة وفاعلة في شرق البلاد وغربها، والتي تمر بأزمة سياسية مزمنة وفي ظل وضع إقليمي ودولي مضطرب. محللون يرون أن ليبيا معرضة لخطر أن تكون ساحة لتصفية الحسابات بين القوى العظمى، مع رغبة الدول الغربية في التدخل لمواجهة النفوذ الروسي. أما موسكو فإنها تعتبر ليبيا مدخلا لدول الساحل والصحراء، كما أنها تعول على حليفها الصيني الذي يتحرك خلف الكواليس لتثبيت مصالح أوسع في القارة الإفريقية. ولا يخفي متابعون تخوفهم من إمكانية اندلاع مواجهة داخل ليبيا في حالة التصعيد بين هذه القوى الكبرى. ومع انحدار البلاد إلى حالة من الجمود السياسي بعد استقالة المبعوث الأممي السابق عبد الله بتيلي واحتمال رفض الصين وروسيا التجديد للبعثة ومحاولة واشنطن الدفع بستيفاني خوري كبديل لبتيلي، فإن الوضع يبقى يراوح مكانه. ونتساءل اليوم في ظل الخلافات السياسية الليبية، هل يعود الاقتتال مجددا؟ هل ينجح الرئيس الموريتاني الغزواني ببلورة خطة لحل الأزمة الليبية كونه يرأس الاتحاد الأوروبي؟ وماذا بعد إحاطة المبعوثة الأممية خوري أمام مجلس الأمن؟ هذه وغيرها نطرحها اليوم على ضيوفنا. معنا من طرابلس الدكتور محمود إسماعيل الرملي الباحث المختص بالشؤون السياسية، أهلا وسهلا بك، شكرا لقبولك الدعوة. انضم إلينا أيضا من بنغازي الأستاذ محمد الصريط رئيس تحرير موقع صحيفة الحياة الليبية، أهلا وسهلا بك. سينضم إلينا بعد قليل الأكاديمي والمحلل السياسي الأستاذ عبد العزيز أغنية، أهلا بضيوفنا. أبدأ معك من طرابلس دكتور محمود. يعني
لماذا يستمر التعثر المزمن للمسار السياسي الليبي رغم كل هذه الوفود التي تأتي لزيارة ليبيا وأيضا التي تجتمع من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة الكبيرة؟ نعم، هو السؤال الأهم والإجابة الأهم. أيضا ما يجب التنويه إليه أن المجتمع الدولي عندما تدخل في ليبيا كان الغرض من ذلك حماية الليبيين والعمل على وضع الخطوط رئيسية من أجل السير عليها للوصول إلى ديمقراطية وإنهاء المرحلة الانتقالية. الواقع أن المجتمع الدولي فشل ذريعا. المجتمع الدولي لا يريد حل المشكلة وإنما يسعى إلى إدارة هذه المشكلة والعمل على استحلاب ليبيا والاستفادة بها في مصالحه، فهو يدير المواضيع ولا يقوم يتوجه إلى الحل. ولذلك عندما أراد التوجه إلى الحل فيما يتعلق بالمشكل المالي لأنها تمس شركاته النفطية من زاوية وتمس أوروبا وأمنها فيما يتعلق بالنفط الليبي الذي يذهب إليها، حل الإشكال خلال 15 يوما أو أقل، لكن لأن المشكلة السياسية لا تهمه ولذلك لم يصلوا إلى حل. هناك ثانيا انقسام حاد في داخل أروقة المجتمع الدولي ابتداء من وجود روسيا والصين واللتين حقيقة حريصين على أن لا يكون هناك إشمام أو للولايات المتحدة أو تمثيل لها بأكبر من وزنها، لأن الولايات المتحدة بطريقة أو بأخرى متواجدة كعضو دائم ولكن أيضا متواجدة باعتبار أن الموجودة حاليا هي لبنانية الأصل أمريكية الجنسية. من الزاوية الثالثة أيضا العملية السياسية حقيقة إشكالياتها خارجية وتوزيعها على المحيط، أيضا نحن نتكلم على مصر السيسية المتدخلة حتى النخاع وأيضا على دولة الإمارات التي تحاول قدر الإمكان لعب أدوار أكبر من حجمها مع أن المدارس الليبية أكبر من عمر الإمارات العربية متكاملة. والواقع العملي أن ليبيا من زاوية أخرى أن الساسة الموجودين المتربعين على المقاعد لا يريدون ترك السلطة ولا إنهاء المرحلة الانتقالية ويرفضون ذلك جملة وتفصيلا، وهم من اتفقوا على هذا فقط وأما غيره فلا. هناك أيضا إشكال أخرى وحالة العملية السياسية، الميراث السياسي في ليبيا لم يكن به تراكمات، وهناك دكتاتور موجود سابقا يسمى القذافي وبعد أن رحل حاول الجميع التوجه ولكن لا يوجد دستور ولا يوجد أي شيء ولذلك بقيت الأمور على ما هو عليه. وما لم يكن هناك توجه إلى الحل من خلال إقرار قواعد اللعبة السياسية بشكل دستور والاستفتاء من قبل الليبيين عليه لن يكون هناك حل. جيد ما قام به المجلس الرئاسي في تحريك الماء الراكد بتوجهه إلى ناحية تغيير الصديق الكبير أي تغيير إدارة، وهو أمر كان مستبعد ل13 عاما، لكن أن يكون هناك توجه آخر من ناحية تجميد أو إلغاء مجلس النواب أو حله ما يسمى مجلس النواب أو دولة، هذا سيعني إعطاء فرصة لإمكانية بروز شيء جديد. الواقع أن هذه الأجسام لا تريد وضع حل ولا تسمح بوضع الحل ولن تتفق. ولكن دعنا هنا نتوقف دكتور محمود، والسؤال موجه للأستاذ محمد السريط. أهلا وسهلا بك سيد الكريم. يعني ماذا تعني زيارة الرئيس الموريتاني؟ هل ينجح الغزواني ببلورة خطة لحل الأزمة الليبية؟ ما دوافع هذه الزيارة خاصة أنه يرأس الاتحاد الأفريقي ولديه علاقات متميزة أيضا كما قيل بمختلف القوى الإقليمية المهتمة بالشأن الليبي؟ لا أسمع صوتك أستاذ محمد. سامعني جيد الآن؟ نعم أسمعك، تفضل. الأزمة في ليبيا هي أزمة مرتبة، يعني لا أعتقد أن الغزواني سيتمكن من بيدها عصا سحرية وإيجاد الحل بهذه القرعة وبهذا التفاؤل الذي ذكرتي. أعتقد أن هناك عدة نقاط، أولها هو المجتمع الدولي ورؤيته في الحل في ليبيا، أيضا الداخل الليبي الأزمة جزء كبير منها في أطراف الصراع في ليبيا. أطراف الصراع في ليبيا لديها خطوط سياسية، مثلا هنا في شرق ليبيا هناك مشروع سياسي وفي غرب البلاد هناك مشروع سياسي، وأنا دائما أقول هذا الكلام.
مضمون كل مشروع من الصعب أن يلتقي مع مضمون المشروع الآخر، فبالتالي تقريب وجهات النظر سيكون صعب على الغزواني وغيره إن لم يكن هناك إرادة حقيقية داخلية، وإن لم يكن هناك توافق دولي ودول مهتمة بالملف الليبي أو متداخلة في الملف الليبي تتقارب فيما بينها بإيجاد حل، وإلا نحن سنظل نتقدم ونتأخر نتقدم ونتأخر. يوجد حل بسهولة أو حل مثالي، الحل في الأزمة في ليبيا هو تقريب وجهات النظر، وهو أيضا تقديم تنازلات حقيقية وقوية من أطراف الصراع في ليبيا، لأن كل طرف كما قلت لك وأشرت أن كل طرف من أطراف الصراع لديه مجموعة من المطالب أو رؤى في 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 الحل الليبي، ويختزل كل مشروع يختزل المشروع ضمن داخل هذا المشروع، ولا يمكن أن نصل إلى حل إنما يتم تفتيت هذه المشاريع وتقريب وجهات النظر وخلط بها فيها نوع من التقى متبادل. الموضوع يحتاج إلى ليس معلب الحل، ليس في علبة لأنه في خارج الصندوق. المشكلة أن أطراف الصراع في ليبيا لديها الكثير من التواصل مع الدول المتداخلة في الشأن الليبي، وبالتالي كل دولة لديها رؤية. أنا ممكن أشير إلى نقطة معينة، أن الدول التي مهتمة بالملف الليبي سواء على الصعيد الإقليمي أو الصعيد الدولي لديها مثلا على سبيل المثال أوروبا، نحن ننظر أن الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال فرنسا لديها رؤية أو تتجه من منطلقات تختلف عن المنطلقات التي تتجه منها إيطاليا وألمانيا وأسبانيا، هذا مما يصعب الإشكالية. أيضا حتى الولايات المتحدة الأمريكية لديها ملف أو ملفين أو نقطة أو نقطتين هما جدا تهتم بها، وهي الإرهاب الطرف والهجرة غير الشرعية، وبالتالي ليس لديها أمور أخرى مهتمة بها كإيجاد الحل. ممكن مؤخرا بدأ الملف الليبي يلقى أهمية كبيرة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يعني يشير أو يوضح بأن الصعوبة في ليبيا والإشكالية في ليبيا أن الأطراف الصراع الحقيقية داخل الأرض سواء كان في الشرق أو غرب البلاد أصبحت هي مرتهنة لتحركات ورؤى إقليمية ودولية للحل، وبالتالي هذه الأطراف سلمت الملف بالكامل، الملف الليبي بالكامل لأطراف خارجية لا تتحالف معها، وبالتالي هذه الأطراف وهذه الدول لديها رؤية تتوافق مع مصالحها، يعني كل دولة لديها مصلحة مصالح ورؤى ترى أنها تخدم أمنها القومي والاستراتيجي وما إلى ذلك، بغض النظر عن الوحدة وإنهاء الخلاف في ليبيا بالدرجة الأولى. نعم، يعني أستاذ استريت أفهم من كلامك يعني وكل هذه النقاط اللي ذكرتها تشكل عقبات واضحة أمام مهمة الغزواني اليوم. نعم، لأن هو بشارة سؤالك يعني الأزمة في ليبيا هي أزمة مرتبة، لابد أن نفكك نفككها كلها على حدة، أزمة صراع السلطة، أزمة ما يعرف بالعدالة الاجتماعية، أزمة خلل الثقة ما بين أطراف الصراع في ليبيا، كل هذه الأمور وغيرها لها دور كبير جدا في خلق حالة من السلبية على الملف الليبي. أعتقد أن الإشكال بالدرجة الأولى هو يتمثل في الموجودين في المشهد المحليين سواء كانوا في الشرق والغرب بلاد المستضيفين المشهد، هم بالدرجة الأولى عائق كبير أمام أي حل. لا يمكن أن يسلم كل طرف من أطراف الصراع الأطراف السياسية تحدد بالدرجة الأولى ولها تمثيل على الأرض، كل طرف لديه تمثيل على الأرض وقوة فاعلة على الأرض، هذه الأطراف ترى في روحها أنها مسيطرة على رقعة جغرافية كبيرة جدا، وبالتالي ليس من السهولة أن يسلم للطرف الآخر حتى لو أجرينا الانتخابات. أنا أعتقد أن حتى الانتخابات نفسها ليست حل الأزمة الليبية إن لم يجد هناك مشروع حقيقي توافقي يتوافق عليه الليبيين ثم يذهب إلى تتويج هذا الحل من خلال الانتخابات. الانتخابات في حد ذاتها هي ليست حل في الأزمة الليبية إن لم يكن هناك توافق حقيقي عقد يربط الليبيين أو يربط أطراف الصراع أو المستضيفين المشهد بشكل خاص، لأن الأزمة في ليبيا تدور حول سؤال من سيحكم ليبيا. الإجابة على هذا السؤال هي اللب الخلاف في ليبيا، ليس الخلاف في ليبيا صراع سياسي اعتيادي عادي. الآن أطراف الصراع في ليبيا التي مستقوية، كل طرف من الأطراف مستقوي بدول إقليمية ودول غير إقليمية حتى دول أخرى. اسمح لي أستاذ محمد نصريت أرجو أن تبقى معنا. انضم إلينا الأستاذ عبد العزيز غنية، أهلا وسهلا بك، شكرا لقبولك الدعوة. إذن التدخلات الأجنبية تعرقل الحل السياسي في ليبيا سيدي الكريم، ونتحدث اليوم عن زيارة الرئيس الموريتاني الغزواني ومحاولته جاهدا الوصول إلى أو بلورة خطة لحل الأزمة الليبية، كونه يترأس الاتحاد الأفريقي ولديه علاقات طيبة مع دول المنطقة تحديدا المنطقة المغاربية. يعني ما هي دوافع هذه الزيارة برأيك، وهل ستجدي نفعا في ظل كل النقاط الخلافية بين الفرقاء اليوم في ليبيا؟ أشكرك سيدتي الكريمة على هذه الدعوة. حقيقة ما يحدث
ما يحدث في بلادنا هو صراع على الفساد، صراع على نهب الأموال، وليس صراعا سياسيا، بمعنى أن هناك أطراف لها خريطة في برنامج سياسي شامل أو كامل للبلاد، وبالتالي تختلف مع الآخرين حول هذه البرامج. أبدا الموضوع تقوده الأنانية السياسية المقيدة. مشكور السيد الغجواني رئيس الموريتاني الآن وهو يتقلد منصب رئيس الاتحاد الأفريقي أن يبدأ بالملف الليبي، خاصة أن أفريقيا والاتحاد الأفريقي يصبح الآن معني بملف المصالحة في ليبيا، ويحاول أن تكون له خطوة إيجابية. الخطوة حتى وإن كانت خطوة خجلة بعض الشيء نتيجة لتعنت الأطراف السياسية الليبية، ونتيجة إلى التدخلات الإقليمية التي حولت ليبيا إلى ساحة صراع لها ولأطمعها، وبالتالي تظل خطوة جيدة أن نرى أن هناك من يحاول جاهدا أن يجمع هذه الأطراف، أن يضع نقاط على الحروف، أن نرى بعض التقدم. يعني يمكن أن نتشائم، لكن هذا التشاؤم لا يخدم القضية الليبية. ربما تكون محاولة السيد الغزواني جيدة إلى حد ما، ولكن بحاجة أن لا تترك ليبيا وحيدة، لا يترك شعبها وحيد، لأن هؤلاء الذين يتصارعون على المال أو لديهم صراعات من أجل النهب أن يتركوا حال المواطن. اليوم المواطن الليبي هو الذي يعاني. نعرف أن الدول الإقليمية أو الدول الجوار لها مصالحها الجيوستراتيجية وأمنها القومي المتأثر بشكل مباشر، ولكن لم تستطع أن تأتي بخطوة إصلاح ومصالحة. كل له برنامجه السياسي من أجل الاستفادة من ما يحدث داخل ليبيا. ليس بغريب يعني عن التدخلات الإقليمية الأخرى، حوض البحر الأبيض المتوسط، الصراع الأمريكي الروسي أيضا يلقي بظلاله ليس فقط على ليبيا ولكن على منطقة الصحراء الكبرى بالكامل، وبالتالي هذه دول كبرى ولديها مصالحها وتتدخل بالشأن الليبي بشكل مباشر. ولكن هذه التدخلات سيد الكريم تعرقل الحل السياسي في ليبيا، يعني لماذا لا يكون فعلا هناك حوار حقيقي يجمع الفرقاء على طاولة واحدة؟ لأنه بالنهاية الشعب الليبي يستحق حقيقة الأفضل، يعني بلد غني بكل شيء، بشبابه، بكفاءاته، بالموارد الطبيعية اللي يملكها. لماذا ينتظر وفود من الخارج أو من الاتحاد الأوروبي أو من مجلس الأمن أو من الأمم المتحدة أو من دول الجوار لتنقذ هذا الوضع؟ للأسف هي الأنانية السياسية البقيت التي تسيطر على بعض الأطراف السياسية الليبية، ليست أطراف سياسية وطنية مثل ما قلت لك سيدتي الكريمة. يحكمها الفساد، يحكمها المال. ليبيا نعم مثل ما قلت بلد غني، وبالتالي هؤلاء سيطروا على موارد البلد، يعني لا توجد لديهم خطة حقيقية لإنقاذ البلد أو إلى استقرار البلد على الإطلاق. التدخلات وجدت هذه الرقعة الجغرافية الواسعة الشاسعة لأن تتدخل وأن تحاول أن تسجل نقاط، منها القوات التركية، منها الروس، منها القوات المختلفة التي تحاول أن تتواجد حماية خط الغاز، القوات الإيطالية من أجل حماية خط الغاز المتدفق من ليبيا إلى إيطاليا. كل هذه أنانية من هذه الدول الكبرى، سواء كانت الكبرى أو كانت الصغيرة، ولكن لا يراد أحد من هذه الدول استقرار الملف الليبي على الإطلاق أو استقرار الأطراف السياسية. يعني ما يطلبه الليبيين ذهاب الانتخابات، الإفتاء على الدستور، ولكن لا نرى هذا الأمر على الإطلاق. أسندت مهمة الإصلاح والمصالحة ما بين الأطراف الليبية إلى الاتحاد الأفريقي، وبوابة الاتحاد الأفريقي ما زالت مشرعة. الآن السيد الرئيس الموريتاني الكريم يعني
يبدأ هذه الجولة جولته بتقلده مهام رئيس الاتحاد الأفريقي بأن يدخل على الملف الليبي، تعتبر خطوة جيدة حتى وإن كانت خطوة خجولة يعني، لكن نتمنى لها التوفيق يعني. اسمح لي سيدي الكريم، أرجو أن تبقى معنا، أعود للدكتور محمود إسماعيل الرملي. ماذا بعد إحاطة خوري أمام مجلس الأمن، هذه المبعوثة الأممية اللي يعني أكدت مرارا وتكرارا على ضرورة إيجاد حل ومساعدة ليبيا على تنظيم الانتخابات عن طريق توفير الدعم الدولي اللازم لها، يعني برأيك يعني ماذا بعد هذه الكلمة التي وجهتها إلى العالم من خلال مجلس الأمن؟ أنا أعرج على ما يتعلق بزيارة الاتحاد الأفريقي. ضروري 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 طبعاً. نعم، ولكن من المهم جدا الإشارة إلى أن إفريقيا حقيقة مع احترامنا وليبيا دولة أفريقية إنها لا تملك أي إمكانية في إمكانية لا حل مشاكلها ولا حل مساهمة في حل مشاكل غيرها، ولذلك عندما يتم الحديث عن أنها قد جاءت من أجل فرض حل أعتقد بأنها نوع من التسويق الهلامي، لا يوجد شيء حقيقي يمكن القول بأن أفريقيا يمكن أن تلعبه. اللهم إن ربما بعض الرؤى وإمكانية الدفع بذلك كما حصل في الماضي، لكن في الواقع العملي إمكانية أن يولد حل في أفريقيا في ظل وجود عتاب كبيرة متوحشة كما هو في الدول الكبرى التي تتقاسم الكعكة الليبية، المتدخلون كثر ما بينهم الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وأيضا روسيا وكذلك بعض الدول الأخرى، فهناك خمس الدول الكبرى وخمس منهم مهمين وخمس ربما من الجوار، الجوار ربما بعض العلاقات في بعضه جيد، لكن الباقي الآخر يريد أن يفرض على الليبيين حلا كما مرتآه أو يفرض عليهم ديكتاتور كما يريده كما هو الحال في حفتر، ونقصد بذلك تحديدا السيسية وأتباعهم وأشياعهم وطبالهم. زاوية ثانية، الليبيون لا ينتظرون ولن يكون بالإمكان وضع حل من خلال بس بعضهم يعول على يعني الدور الأمريكي تحديدا والغربي لحل الأزمة. لتقديري أن الولايات المتحدة بحثت عن مصالحها، وأعتقد أكبر المصالح الموجودة للولايات المتحدة في بحث حقيقة التواجد الروسي، لأن هناك صراع ما بين الدب الروسي وما بين الغرب تحديدا وربما بدأ داميا في أوكرانيا، لكن تواجد روسيا في المياه الدافئة سوريا وليبيا من خلال حفتر وشاركة الحروب على العاصمة الليبية، ولا يراد أن تتمدد إلى أفريقيا مصدر نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية، ولا تريد أيضا أن تتحالف مع الصين في ظل ترهل ما يتعلق العلاقات الدولية وعدم وضوح الرؤية وأيضا التوجه نحو الرمال المتحركة كما يجري في السودان. هو دكتور محمود، على المقاطعة، العالم كله على كف عفريت اليوم مع اتساع رقعة الحرب الإسرائيلية، أنت تعرف الأمور أين تتجه، الله أعلم، يعني نتمنى كل الخير ونتمنى أن تقف هذه الحرب. ما تداعيات ما يحدث الآن في الشرق الأوسط على حل الأزمة الليبية سيدي الكريم، خاصة بأنه يعني هناك أزمات كثيرة في وطننا إذا ما نظرنا إلى الخارطة، يعني السودان تعاني من مشاكل، عدة دول عربية، وبالتالي أين هو مستقبل ليبيا ووضع الحل في ليبيا في ظل كل ما يجري اليوم؟ نعم، سؤال جد مهم، وأخطر ما تواجهه الدولة الليبية هو إمكانية أن تكون موطن بديل للفلسطينيين الذين يراد تهجيرهم. هذا ما بدأ واضحا أن هناك أنظار، فمقابل المقعد الذي يريد الساسة الاستمرار فيه ربما يراد به من يتجه إلى التطبيع وهو مرفوض من الشعب الليبي ويعتبرونه خيانة. من الزاوية الثانية أيضا من الإشكاليات عدم إنهاء المراحل الانتقالية، لعل ما بدا واضحا فيما يتعلق بالعلاقات الدولية هو نوع من الحمل ربما يتلد المجتمع الدولي مبدأ ما يتعلق بتعدد الأقطاب بعد أن انتهى بسنة 1992 في انهيار الاتحاد السوفيتي، ربما يعود من خلال طريقة أو بأخرى ببروز التنين الصيني، بالتواجد أيضا مع روسيا وبعض الدول الثانية وما الاتفاقيات الاقتصادية التي ربما تولد بشكل قوي. هذه دلالة على إمكانية أن يولد التعدد وهو موجود بشكل، لكن يبدو أنه خجول. ومع هذا وذاك
ليبيا على ما يتعلق على ساحة المتوسط وأهمية هذا الهجرة وأهميتها فيما يتعلق بالمواد الخام والنفط والغاز على الأطراف. نعم. وأيضا امتداد حدودها لمجموعة من الدول وأيضا إطلالتها وربما تكون منفذة أيضا إذا استمرت بنفس الوتيرة للروس وهو ما لا يرغب من الولايات المتحدة الأمريكية. هناك زيارات مكوكية لكثير من المسؤولين الأمريكان إلى ليبيا، هناك زيارات للمسؤولين الليبيين، ويؤخذ على ليبيا أنها لم تعين إلى الآن سفيرا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أمر معيب. لكن في المقابل أيضا على الليبيين حقيقة أن يدركوا بأنه ما حق جلدك مثل ظفرك، وعليهم أن يتجهوا إلى حل إشكالياتهم فيما بينهم. أما القول بأن أفريقيا ربما تلج إلى هذا ربما تكون عاملة مساعد، لكن ليس إلا والواقع العملي أنه يجب إنهاء المرحلة الانتقالية والتوجه إلى ميلاد الدستور والعمل على إنهاء هذه المراحل، وأيضا العمل على طرد كافة الموجودين بالسلطات مهما كانوا لأنهم كانوا جزءا من المشكل، وأيضا البعثة بعد توالي 9 مبعوثين لن تكون جزءا من الحل ولن تكون، وأعتقد بأنها تراوح بنفس مكانها، فإحاطاتها المتعددة متكررة لم تلد شيئا. لكن عندما تعلق الأمر بالمال والنفط وجدوا حلا خلال دقائق، أي أنهم يريدون أن يتجهوا إلى الحل، أما الباقي وهنا الطامة الكبرى أن لا يستفيد الشعب من هذه الموارد وأن يكون هناك يعني استغلال لمحاولات حل الأزمة الليبية لمصالح الدول كما ذكرت سيد الكريم. اسمح لي أنتقل أعود مرة أخرى للأستاذ عبد العزيز غنية. أستاذ عبد العزيز هل ما زلت معنا؟ نعم، يعني كنت أتساءل مع ضيفي حول يعني إحاطة ستيفاني أخوري في مجلس الأمن فيما يخص تعزيز مبدأ المساءلة في ليبيا، وأيضا هي حذرت من انتهاكات حقوق الإنسان في شرق وغرب ليبيا اللي قالت أنها تنذر بالخطر، وخاصة حالات الاعتقال التعسفي إلى ما هنالك، وقالت بصريح العبارة لا بد من إيجاد حل حقيقي لأزمة ليبيا حتى لا تذهب الأمور إلى ما لا يحمد عقباه. تعليقك على ما صرحت به. حقيقة سيدة خوريا ما يمكن أن تقوم به من خلال عملها هو مجرد التنديد والاستنكار، وهذا ما راقبناه وهذا ما رأيناه من البعثة الأممية منذ أكثر من 13 سنة. يعني هذه البعثة تدير الأزمة الليبية ولا تسعى إلى إيجاد حل حقيقي لهذه الأزمة، جمع الليبيين أو تجريم المجرمين أصحاب الجرائم الواضحة والمعروفة، بل تأبى الأمر على التنديد والاستنكار والشجب وغيرها. وهذه للأسف الشديد المنظمات الدولية من الأمم المتحدة عودتنا بهذه الاستنكارات منذ أن كنا نراقب القضية الفلسطينية وتطورات القضية الفلسطينية منذ زمن ليس بالقريب. لا أعتقد أن لها دور كبير هذه البعثة أو رئيستها بأن تضع الكثير من الأشياء على الطريق المستقيم، يعني خاصة أن هؤلاء جميعا متهمون بطريقة أو بأخرى، وهم جزء من جزء نستطيع أن نقول جزء من إفساد المشهد السياسي. هذه الأطراف التي تدعوها بتوخي الحذر أو المحافظة على حقوق الإنسان أو غيرها، الإنسان الليبي كل يوم يتم انتهاك حقوقه، كل يوم هناك جرائم تحدث في البلد، وبالتالي مسألة الاستنكارات من الأمم المتحدة بالذات لا أعتقد أنها ذات جدوى على الإطلاق. طيب أستاذ عبد العزيز عذرا للمقاطعة، يعني من الضروري أن نسأل يعني أي تأثير لدول الجوار في الأزمة الليبية، نتحدث هنا عن المنطقة المغربية تحديدا.
المنطقة المغاربية دولة دولة، المنطقة تونس للأسف الشديد هي العاصمة البديلة لليبيا، يعني هذا ما تستطيع أن تقدمه تونس. الجزائر محكومة بدستورها، لم تستطيع أن تتدخل كثيرا في المشهد الليبي وحافظت على الرغم من محاولاتها المتكررة في هذا المجال. يعني تظل محاولات خجولة، يعني الدور المغاربي مثلا المغرب الشقيق أكثر مؤسسة يمكن حاولت أن أكثر دولة يمكن حاولت أن تجمع الليبيين، ولكن هذه المحاولات كلها كانت تحت إطار السياسة الخارجية أو وكيل للولايات المتحدة الأمريكية بدرجات متفاوتة. يعني تظل اليوم محاولة موريتانيا، مصر لها خوف كبير وعميق من أمنها القومي، وبالتالي لم يوجد موقف موحد. يعني كنا نتمنى من قادة الاتحاد المغاربي أن يجتمعوا وأن تكون لديهم تصنيف تشخيص وتكليف لجان موحدة لمبعوثين ثابتين للغور في نعم. على الرغم أستاذ عبد العزيز وعذرا على المقاطعة بأنه السيد الغزواني قبل زيارته إلى ليبيا قام باتصالات متعددة يعني مع مصر والجزائر ودول أخرى في المنطقة للتوصل لإيجاد حل للقضية. هذه الاتصالات هي اتصالات دبلوماسية من خلال وظيفته أو من خلال تكليفه كرئيس الاتحاد الأفريقي، ولا بد أن تكون هذه المشاورات على الطاولة عندما يذهب إلى الأطراف الليبية أو المؤثرين في المشهد الليبي. لا بد أن تكون له الحديث مع كل هذه الأطراف. هذه الأطراف لم يتم جمعها، رأينا أن تم جمعها في جنيف، تم جمعها في المغرب، تم جمعها في أكثر من مكان لإيجاد حل تفاوضي، تقاسم السلطات، تقاسم السلطة غيرها. لكن كل هذه الحلول، كل هذه اللقاءات على مستوى الاتحاد الأفريقي وعلى مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط لم ترى النور للأسف، بل أحضرت المزيد من القوات الأجنبية للبلد. يعني وهذا ضار، لم نرى موقف واضح صريح من دول الجوار يعني لما يهددها من تواجد لعناصر أجنبية داخل الأراضي الليبية، بل اكتفت بالمراقبة والتحسس فقط. يعني جزيل الشكر لك الأستاذ عبد العزيز غنية الأكاديمي والمحلل السياسي، كنت معنا من لندن، والأستاذ محمد الصريط يبدو أن الخط انقطع معه من بنغازي، نحاول الاتصال بك مجددا. أعود للدكتور محمود إسماعيل الرملي. سيد الكريم، عندما نتحدث عن الحل في تقاسم السلطة ومحاولة إقناع الفرقاء في ذلك، هل تعتقد هو حل اليوم في ظل ما يجري من خلافات؟ لا أدري ما هو إمكانية مدى إمكانية تقاسم السلطة، ما هي السلطة التي يتم اقتسام وبين من؟ هل ما بين الذين حقيقة كانوا جزءا من مشكلة ليبيا 42 عاما، أم هم أفراد يحاولون قدر الإمكان إعادة تسويق أنفسهم على أنهم ممثلون لمجموعات ولكن ليسوا ممثلين لأفكار وإنما عبارة عن جماعات متشردة؟ هل هم مجموعة ليبيا لا يوجد بها أحزاب ولا يوجد بها وضع سياسي؟ ولكن أستاذ الكريم هناك صندوق الاقتراع هو الذي سيحدد يعني ويصفي الأمور. نعم دعيني ألاحظ بأن أيضا هذه الأجسام الموجودة هي ما بين النطيحة والمتردية، وما أكل السبع إلا ما دكيتم، مجلس نواب ومجلس دولة ومجلس رئاسي وحكومات تتصارع، الواقع العملي أنها غير قادرة على شيء إلا البقاء على المقاعد ومحاولة الاستمرار والاستمرار والاستمرار من هنا. ولزاما على ذلك، وإذا كان ذلك كذلك، لزاما أن توجد قواعد للعبة، وإذا كان المجتمع الدولي صادقا في مساعدة الليبيين عليهم أن يساعدوا الليبيين لا أن يساعدوا هؤلاء. بداية يجب أن تكون المساعدة متجهة للليبيين.
وليس للموجودين في السلطة. الزاوية الثانية يجب تحديد موعد نهائي لإنهاء المرحلة الانتقالية. الزاوية الثالثة يجب أن يكون هناك تحديد دقيق لمتى يرحل هؤلاء. الزاوية الرابعة يجب أن يكون هناك توجه إلى الاستفتاء على مشروع دستور يتوافق عليه الليبيون بشكل عاجل بقواعد حاكمة للموضوع. الأمر الآخر يجب أن يكون هناك توضيح بأنه لا يجوز لأحد أن يتجاوز مدته. ما يعاني منه الليبيون أن كل من يأتي إلى سلطة مجلس نواب لديه الآن نتكلم على سنون طوال ومجلس دولة وحكومات الجميع تجاوز فيما يتعلق بمدته القانونية ولا يوجد في ليبيا جسم قانوني. نعم في الحقيقة توجد أجسام الأمر الواقع المسيطرة. أيضا من إشكاليات الدولة الليبية ما يتم الآن من ناحية وجود حفتر وهو قد بلغ من العمر عتية ويجب أن يحال على التقاعد إذا أريد بناء ليبيا موحدة فقد أورثها لأولاده فبين صدام وخليفة وغيره واقع أليم عادت ليبيا لنفس المشهد السابق ولا يراد بها ذلك. إذا كان ذلك يجب أن يكون هناك وضوح بأنهم يجب أن يساعدوا الليبيين في التخلص من هذا ويجب أن يحاولوا قدر الإمكان الخروج على النصوص والعمل على أن يكون هناك قواعد تحكم اللعبة والمجلس الرئاسي يجب أن يلعب دورا في ذلك ربما يحل مجلسي النواب والدولة ويدعو إلى انتخابات أو يدعو إلى استفتاء على مشروع دستور يكون حكما بين الليبيين. كلام مهم حقيقة أستاذ الكريم. يعني في ظل هذه الخلافات السياسية الليبية هل يعود الاقتتال مجددا؟ دكتور محمود. نعم. أعتقد بأن وجود القتال لا أعتقد بأنه سيكون هناك قتالا لكن هناك قتالا سياسي وعلى الليبيين أن يفكروا جبهة أقصد الأحرار الوطنيين الذين خرجوا في فبراير عليهم أن يشكلوا جبهة وطنية لتوحيد جهودهم السياسية لإصلاح العملية السياسية التي سرقت منهم لأنه قد تمت السيطرة على العملية السياسية من أجسام لا ما أنزل الله بها من سلطان هي أجسام منتهية المدة غير قادرة على التكيف مع ذاتها ولذلك بقيت سنون طوال من أجل أن تجد علاقات فيما بين مجلس النواب والدولة إلى الآن لا يوجد علاقات ولا اعتراف لو ربما يفكرون في الاعتراف بإسرائيل قبل أن يفكروا في الاعتراف ببعضهم البعض وهناك محاولة قدر الإمكان إلى تقزيم الأمور والنظر لها من زوايا عدة والقول بأنه إما أن يمثلها حفتر أو يمثلها عقيلة أو يمثلها غيره واقع أن ليبيا أكبر من الموجودين في السلطات وأن مشكلة الدولة الليبية هي الموجودون 250 ربما في مجلس النواب أو مجموعة 140 أو أكثر قليلا في مجلس الدولة ومجموعة ما بين الحكومتين ومجموعات أخرى متناثرة أي أن الإشكالية ليست بين الليبيين هي إشكالية ما بين المسيطرين الذين لا يتجاوزون الألف بل يساعد الليبيين في التخلص منهم ثم من زاوية ثانية ما هي القواعد التي ستسير عليها ليبيا لا يوجد دستور إلى الآن ليبيا لم ترث ما بعد انقلاب القذافي لم ترث دستورا ولم يوضع لها قواعد هناك إسهال تشريعي ولذلك يتصارعون حاليا على المال والنفط والنفوذ والاستمرار والبقاء وإرضاء الأجنبي مهما كان وكيف ما كان وما الذي هو طلباته ولذلك حتى الذي خرج في فبراير وهرب من الشباك كما يقال رجع من الباب نحن نتكلم على أكبر مؤسسة ليبية يسمى مؤسسة الوطنية للنفط يسيطر عليها ابن قدارة وهو أحد عصابة القذافي السابقة الذي تم طردهم وأيضا هو أقرب إلى الإمارات منه إلى ليبيا هناك إشكاليات حقيقية إشكاليات يشعر بها المواطن انعكست على معيشته وعلى أمنه وعلى بقائه وعلى حريته وعلى كلمته وعلى تعبيره وعلى عدم وجود قواعد هناك إشكاليات المجتمع الدولي يدركها ويدرك أنه يدركها ولذلك أخشى ما يخشاه الليبيون حقيقة الآن الولايات المتحدة وكأنها قد ضمت ليبيا إلى أحدى ولاياتها فليعلنوا على أن الليبيين جزء منهم واللي طيب أستاذ الكريم ألا يخشى الشعب الليبي ما يحدث لربما من مخططات تستهدف ترابه إن كانت من ناحية أمنية أو من حتى سرقة الموارد يعني صح التعبير اللي تفضلت فيها قبل سرقة الموارد سرقة الموارد تجري وعلى أشد طيب في ذلك ألا يكفي ذلك إنه الليبيين يعني يضعوا إيدهم بإيد بعض يعني نتحدث هنا عن الفرقاء اليوم لو فعلا يخافون على مصلحة البلاد
لا اعتقد بان المسؤولين من ليس لديهم اهميه بما يتعلق بتوحيد ليبيا ولا امن ليبيا ولا اقتصاد ليبيا، لديهم اهميه فقط كيف يبقوا، ولذلك هم يتقاسمون المصالح فيما بينهم، متفقون على البقاء ومتفقون على تقاسم المصالح، لكن ليسوا متفقين على امكانيه ان يكون هناك رعيل، البقاء ثم البقاء والبقاء، ماذا ينظر الى شخص كعقيل الذي بلغ من العمر 20، حفتر الذي بلغ ناهز او فات الثمانينات، نحن نتكلم على الشيوخ ونتكلم مباشره على انهم قد تجاوزهم الزمن والعمر الافتراضي وان عليهم الرحيل، نتكلم ايضا على الموجودين بمجلس دوله وحكومات يتصارعون من اللا شيء ولن ينتجوا شيئا للليبيين الا مزيدا من نزيف الاموال والوظائف، خلق الوهم وبيع للليبيين ومحاولة القول بأننا هم الحل هم المشكل، ولذلك عندما يتم الاجتماع حاليا في تونس من أجل مناقشة الميزانية الليبية، ما دعوة الولايات المتحدة وعلاقتها في أن تجتمع بالليبيين لمناقشة ميزانياتهم؟ لو كان بهؤلاء رشدا أو عقلا لكانوا أكبر وأكثر رجاعة من أجل أن يناقشوا الأمور فيما بينهم ولو ولدوا حلا، لكن ليبيا على أبواب التقسيم، لم ينقص من ذلك إلا العلم والنشيد، المنطقة الشرقية بها رئيس وهو مسؤول ورئيس وزراء وغير ذلك، والمنطقة الغربية لديها رئيس وزراء، وربما يأتي أيضا رئيس وزراء للمنطقة الجنوبية، واقع أن ليبيا تقسم ما بين مصالح الدول ومناطق النفوذ، ما بين الروس وبين الولايات المتحدة وما بين فرنسا وما بين الأتراك وما بين غيرهم، يجب أن يكون هناك شفافية في هذا، ولذلك ليبيا تحتاج إلى أبنائها وأن لا يكون هناك أيضا إلا وضوح فيما يتعلق بالتعامل، يجب أن يكون الديدن في الرجوع إلى هذا قوانين محددة للجميع عادلة للجميع من أجل أن يقال بأن هذه هو الحكم الذي بيننا، أما أن يتكلمون يوم على المصالحة ولا نعرف الفريقين من يصالح من، وكأنهم الليبيون ليس بينهم إشكال، الإشكال ما بين هذه العصابة أو المجموعة التي تسيطر على أمور الدولة الليبية وتسوسها لمصالحها وليس لصالح الليبي. ولكن هناك إشكال آخر أيضا يؤرق الليبيين وهو يعني الوضع الأمني في ليبيا سيدي الكريم، خاصة نحن نعلم من مصادر صحفية عديدة بأنه السلاح منتشر بين الليبيين. نعم صدقيني لولا انتشار السلاح لسيطر عليها او سيطر على ثوره 17 فبراير كما تمت السيطره واغتيال الثوره المصريه وكما تمت السيطره على تونس، فهي مباشره وجود انتشار السلاح يجب ان يقنن، نعم يجب ان يتم العمل على تقنينه، نعم، لكن ايضا وجود ميليشيات بالمنطقه الشرقيه يراسها حفتر واولاده ووجود ايضا مجموعات اخرى احيانا مارقه حتى بالمنطقه الغربيه، نشهد ايضا كثير من المناطق والمدن تحصل بها جرائم، هذا لا علاقه لفبراير به ولا بالدوله الليبيه به، بل يتم العمل على اعاده بناء جيش، نحن لدينا في ليبيا اكثر من 125 الف رقم عسكري، لكن لم نجد اليه لامكانيه ان يكون فاعلا، اذا ليبيا هل تحتاج فعلا الى جيش أم تحتاج إلى تفعيل أم إلى إنشاء؟ ليبيا تحتاج فقط في ما بين كإطار عام ما بين المساحة والسكان إلى 65 ألف، لكن لا يحتاج إلى هذا الرقم، ربما كانت أرقاما، ربما يتم العمل على إنشاء الجيش الثاني وأن يكون بعيدا عن المهاترات والتدخلات السياسية وأن يكون بعيدا عن العاصمة، ما جدوى وجود جيش ويكون غرضه الخاص بما يتعلق بهذه الفرقة خاصة بالحدود حرس الحدود ثم يتواجد بالعاصمة طرابلس، الحدود ليست في طرابلس، عندما يتم الحديث عن هذا والحدود مترعة، عندما يتم الحديث على ما يتعلق بحماية الأمن الدولة الليبية، حماية الأمن الدولة الليبية في أقصى الجنوب وأقصى الشرق وأقصى الغرب وما يتعلق ب 1950 كيلومتر فيما يتعلق بالمتوسط، عندما يتم الحديث أيضا على علاقات دولية لا توجد لدينا سفارة أو سفير بالمملكة المتحدة ولا في فرنسا ولا في الصين ولا في الولايات المتحدة وهي الدول العظمى المجموعة الدول العظمى الأكثر اهتماما بالملف الليبي على الأقل، نحن نتكلم على واقع مؤلم بأن الساسة الموجودين غير قادرين على إدراك حقيقة الوضع أو غير راغبين فيه، وأيضا الجهات الدولية لا توجد
تريد حل المشكلة، تريد تدويرها واستمرارية نفس الإشكال. ولذلك الإحاطات عندما تسمعها حقيقة تدل، ربما تأخذ حتى الإحاطة التي كانت منذ سنين نفس الإحاطة التي هي اليوم ونفس الإحاطة التي ستأتي بعدها، عبارة عن مجموعة من المرور. طيب أنا سؤالي لك أستاذ دكتور محمود، وأنت موجود في طرابلس، أريد أن أسمع منك يعني ردود فعل الشارع الليبي على كل ما يجري الآن من أزمة سياسية وأمنية وهذه التدخلات الأجنبية التي يعني البعض يعتبرها تعيق إيجاد حلول في ليبيا. في تقديري الشارع جميعا غاضب ويدرك بأن هذه الأجسام لا يمكن أن تصله إلى حل، ولكن ليس في الإمكان أبدع مما كان، لأنهم غير قادرين على تقديم تصور آخر إما القيام بالثورة التصحيحية، ولذلك هم يتواصلوا ولذلك يعبرون بكل شيء بكل ربما الأمور لم تخف يوما على أن هذه الأجسام ليست شرعية وليست قانونية وغير قادرة على إنتاج ما يتعلق بعملية سياسية ناضجة لليبيا وغير قادرة على حماية الأمن الليبي، وأن الأجسام الموجودة. طيب ليش؟ ما الذي ينقص ليبيا؟ يعني الكفاءات موجودة والخبرات كثيرة. الكفاءات موجودة، ولكن السيطرة التي ساعدتهم بها الدول الغربية هي التي جعلت هؤلاء حقيقة يستمرون. ما الذي جعل عقيلة صالح يستمر؟ استقبل في الولايات المتحدة الأمريكية. ما الذي جعل هؤلاء الأجسام جميعا تستقر؟ حفتر هو ابن الولايات المتحدة يحمل جنسيتها. نحن نتكلم على واقع مأساوي. عندما يتم الحديث على هؤلاء يتم الحديث بشكل جهوري على أن هؤلاء تم الإتيان بهم من أجل أن يستمروا دون الالتفات أو يألأوا للعواية ما يتعلق بالشعب الليبي وإرادته ورغبته ورغبة ما يتعلق بهذا الشعب من أجل أن يكون هناك نهاية لهذه المرحلة. هؤلاء لم يتغير منهم أحد، بل بالعكس ازدادوا وازدادوا أبنائهم. عندما يتم الحديث على حفتر يتكلم على أن له جيش، لكن لا يتكلم أحد على أن صدام وأبناء صدام وإخوة صدام جميعا هذا هو الجيش. هذه فرقة فلان لم يتغير شيء، كان القذافي وابنه المعتصم وسيف وغيره. يعني الثورة قامت في ليبيا من أجل التغيير وليس من أجل إعادة يعني ما خرجت من أجله الشعوب وتداول ذلك إن صح التعبير. نعم بكل تأكيد، وعليهم أن يرسلوا رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي وإلى المجتمع المحلي أيضا المسؤول شكل البلديات التي ربما بها شرعية. عليهم أن يجدوا عملية سياسية جديدة، عليهم أن يتم الخروج على النصوص البالية من الاتفاقات التي وقعت خارج ليبيا لأنها لا تمثل ليبيا ولا تمثل الليبيين. عليهم أن يسعوا أيضا إلى إمكانية إعادة إنشاء مجلس انتقالي جديد متكون من 13 دائرة، يمكن خطاب المجتمع الدولي بأنهم ساعدون فقط ليس في التواصل مع هؤلاء أو مساعدتهم، وإنما بالتخلص منهم إلى أقرب مكب للنفايات. نتكلم على كل وهل هذا بتقديرك مسألة سهلة التخلص منهم أم أنه تترك المسألة لانتخابات شرعية؟ لا يحتاجوا إلا أن يساعدوا النبي، لا نريد مساعدة منهم في شيء، المساعدة الوحيدة في أن يوقفوا الاعتراف بهم فقط. الليبيون لا يعترفون بهم، الذي فرضهم على الليبيين هو الذي أوجدهم، ولذلك فليوقفوا فقط الاعتراف. هذا إيقاف الاعتراف سيعني أنهم سيرجعون إلى بعض، سيعني أنهم سيحلون مشكلاتهم، سيعني جلوسهم مع بعضهم، سيعني إنهاء ما يتعلق بخلافاتهم، لأنهم يدركون بأنهم انتهوا إذا لم يجلسوا. ولذلك إذا كان المجتمع الدولي صادقا عليه أن يساعد الليبيين في تحديد موعد نهائي لما يتعلق بالاعتراف بهذه الأجسام الميتة والنطيحة والمتردية، وعليهم أن يساعدوا الليبيين في وجود دستور والاستفتاء عليه، وعليهم أن يساعدوا الليبيين في التخلص، فالذين يحملون الجنسية الأخرى عليهم أن يرجعوا إلى بلدانهم، خاصة الذين يحملون مسؤوليات أمنية كما هو يدعي حفتر، ولذلك عليه أن يرجع إلى بلده الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا هو الحقيقي والذي يجب أن يكون. جزيل الشكر لك دكتور محمود إسماعيل الرملي الباحث المختص بالشؤون السياسية، كنت معنا من طرابلس. الشكر موصول للأستاذ محمد سريط رئيس تحرير موقع صحيفة الحياة الليبية، لا أدري انقطع الاتصال معه، كنا نود أن نسمع رأيه في الكثير من النقاط التي طرحت اليوم. ونشكر أيضا الأستاذ عبد العزيز غنية الكاديمي والمحلل السياسي من لندن. مشاهدينا أشكر حسن المتابعة، إلى اللقاء.